وانت كنت عامل ازاي في المدرسة؟ كنت مبسوط؟ متضايق؟ اوقات واوقات، بس المدرسة كانت احسن من الجامعة. اصل علي ابني اوقات كتير مش بيحب يروح المدرسة، وحتى لما بنروح النادي بيتنمروا عليه، وانا عارفة ان ده غلط بس مش عارفة اعمل ايه. أنا التنمر خلاني أحسن. إزاي؟ جميل بيقول لي كده، بيقول لي إن أنت اتربيت بالتنمر. لا مش فاهم. يعني لما كانوا بيتريقوا عليا في الأول ما كنتش بفهم إن هما بيتريقوا، بعد كده لما بقيت أفهم بقيت أعمل حاجات تحسن من نفسي عشان يبطلوا يتريقوا عليا. رأيك إن أنا ما نقلوش مدرسة تانية ولا بطل أوديه النادي؟ كل مكان هيروحه هيلاقي ناس تضايقه. رد. ألو؟ مستشفى ايه؟ في ايه نديم؟ جميل تعبان. جميل في المستشفى. طب يلا نروح له. نديم، نديم، انا عايزك تخش تودعها وتحضنها جامد قوي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.